لفضيلتك يعني يمكن وصف لبعض السلفيين أنهم خوارج العصر؟ والله هذا موضوع يحتاج إلى شرح الخلفية التاريخية والعلمية، وطبعا لا يحتمله هذا البرنامج، لأن أبين لك فعلا أن جمهور المسلمين لم يكن على هذا المذهب. جمهور المسلمين كانوا مالكية وشافعية وأحناف. الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة وهو إمام من أئمة أهل السلف، إمام من أهل، مش هو ليس إمام السلف كلهم. الإمام مالك من أئمة السلف، إمام أبو حنيفة من أئمة السلف، الإمام الشافعي من أئمة السلف، كثيرون جدا من أئمة السلف. والسلف ليس مدرسة، ليس مذهب. السلف أو السلفية، وهذا الكلام يعني لو أتيح لنا مرة أخرى ممكن نلخص في حلقة، يعني ما معنى كلمة سلف، كيف نشأت، ما يمثله الآن هذا المذهب. هو الدارج يا فندم هو السلف الصالح، يعني هي الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين. شوف يا سيدي، هي كلمة سلف لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد، وجاء أيضا في موضع الذم لما آسفونا انتقمنا منهم إلى آخر، فجعلناهم مثلا سلفا ومثلا للآخرين، ده في سورة الزخرف، يعني جعلنا هؤلاء مثل لكفار أمة محمد في النار. وردت بأفعال أخرى مثلا إلا ما قد سلف كفعل، إنما وما فيش حديث في النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا وجدتم اختلافا فعليكم بمذهب السلف، أبدا، إنما إذا وجدتم اختلافا فعليكم بالجماعة. في أحاديث تحث على اتباع الجماعة، عليكم بالجماعة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. المذهب الآن هل هو فعلا هذا المذهب ينتمي إلى السلف الصالح، أو أنه ينتمي حينما يقول عليك بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط والمذاهب الثانية مقصاة، عليك بهدم القبور، عليك بأن تقول أن الصلاة في المساجد فيها أضرحة باطلة، عليك بأن تقصر الثياب، ويحولون وباقي المذاهب مفسقة ومبدعة. هذا ليس مذهب السلف، هذا مذهب الغلاة، حتى كانوا يسمونهم غلاة الحنابلة، وده ليها تاريخ، يعني فيه جماعة من غلاة الحنابلة من مذهب الحنبلي فعلا بشروا بهذا، ولكن تمسحوا بمذهب السلف. وهناك مؤلفات من الحنابلة أنفسهم أرشدونا ونبهونا إلى أن لا تصدقوا هؤلاء، لأنهم لا ينتمون إلى الإمام أحمد بن حنبل، وإنما هؤلاء حتى قالوا كلام أنا لا أستطيع أن أقولها وصفا فيهم، وكيف أنهم نجسوا هذا المذهب أو غيروا هذا المذهب كما يغير ماء البحر.